الاخوه والاخوات والزملاء والاصدقاء في كل مكان وفي كل زمان ان شاء الله سعيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واتمنى يكون ايامكم كلها جمال وهناء وسعاده وحب ومغفره ورحمه ان شاء الله النهارده هنتكلم عن شهر من هو افضل شهر في السنه بالنسبه لنا احنا كمسلمين وهو شهر رمضان هو احد اركان فيه تنفذ احد اركان الإسلام الخمسة والصوم وهذا الشهر الفضيل لنا فيه تجارب كثيرة ولنا فيها خيرات كثيرة فهو الشهر من أول فضائلها علينا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبقيت هدى القرآن والفرقان فالقرآن هذا هو يفرق بين الحق والباطل وهو منهج حياة ليس فقط للمسلمين ولكن العالم أجمعين فمن لم يرد أن يدخل الإسلام ويتخذه كمنهج حياة يستطيع أن يعيش حياة هانئة سعيدة وهو شهر المنح والعطايا فأوله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة من الله سبحانه وتعالى وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لمن استطاع أن يقيم عبادات بداته في رمضان ويستفيد وينهل من المعين الدائم لهذا الشهر الكريم من تقرب فيه بخصلة يعني اللي يعمل فيه أي شيء ما هوش من الفرائض تحسب له كفريضة في شهر آخر ومن أدى فيه فريضة من الفرائض كان يكون ثوابها سبعين فريضة فيما سوى ده أحد الأخرى الفضاء اللي شهر رمضان وكذلك فيه ليلة تعتبر ألف شهر أو خير من ألف شهر اللي هي القدر اللي يتفقدها الإنسان في العشر الأواخر الأو... العشر الأواخر من رمضان في الأيام الوترية بإذن الله سبحانه وتعالى. فثوابها عند الله سبحانه وتعالى هو قال خير من ألف شهر. لكن ثوابها مضاعف لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أهم من أهم الأشياء في شهر رمضان إن الصوم نفسه كفريضة أحد أركان الإسلام هو شيء لا يعرف ثوابه أحد إلا الله. زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابو هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ده رواه مسلم والبخاري يعني معناه ايه؟ معناه ان انت بتطلع صدقه بتعرف ان الحسنه بعشر امثالها والله ضعف سبعمائة ضعف ولا ضعف ما يشاء لكن الصوم بالذات ربنا اخفى ثوابه عن الانسان الصائم فلذلك وأنا أجزي به دي معناه أن ربنا هو متكفل بأن يريك ويريك ثواب صومك في هذا الشهر الجليل حينما يلقاك في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى وهو شهر العبادة من أوله لآخره 30 يوم بلياليهم هي العبادة في التذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع والانقياد في الله في كل الأفعال أن تسكن الجوارح وأن نعبد الجوارح لله سبحانه وتعالى العباده التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، وهو شهر البذل والعطاء ايضا. يعني كان دائما سيدنا جبريل عليه السلام يجي يراجع القرآن مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عباس يقول في الحديث الشريف بتاعه يقول ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه اجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل عليه السلام في كل ليله من رمضان فيدرس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم ها آآ آآ بيكون آآ آآ الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر بيكون اسخى واكبر عطاء من الريح المرسله نتكلم عنها كما قال في الحديث اللي هو رواه عبد الله بن عباس بيكون اجود بالخير من الريح المرسله وهو شهر الجهاد الجهاد معناها ايه يعني مش شهر الانسان يقعد فيه كده قاعد في بيته بقى ينام وياكل وبسبوسه وكنافه وقطايف وكذا وكذا لا ففي ففي 17 رمضان في السنه الثانيه من الهجره كانت غزوة بدر الكبرى اللي هي بنسميها يوم الفرقان فده كان في السنه الثانيه من الهجره يوم 17 رمضان وفتح وفي فتحت مكه في 20 رمضان في السنه الثامنه من الهجره وفي كانت فتح البويب في ودي كانت احد الحروب مع دوله الفرس في السنه الثالثه عشرة من الهجره في 13 رمضان في حرب الفرس وفي ايضا فتحات السند اللي موجوده في جزء من باكستان والهند في رمضان في عام 92 من الهجره على يد محمد بن قاسم اللي هو كان عنده 17 سنه وهنا في النقطه ال17 سنه دي يا شباب لو لو لو, لو تفكروا معايا ان فاتح الـ 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 السند شاب صغير كان عنده 17 عاما ما كانش في حاجه اسمها مراهقه وولد صغير مش عارف ايه وما يعرفش يعمل كذا وكذا ده كان قائد الجيش اللي فتح الاندلس في اللي فتح اللي فتح السند انا اسف مش الاندلس في آه السند آه في آه في في عمره كان 17 سنه وفي فتحت الاندلس ايضا في على يد طارق بن زياد في عام 92 من الهجره وفي فتحت عموريه عم في سنه 223 من الهجره بقى في وقت اللي هو المعتصم بالله اللي هو الخليفه العباسي حينما سرقت المراه المسلمه وقالت ومعتصمها وفي ايضا معركه الزلاقه في اسبانيا في شهر رمضان في العام 479 من الهجره وفي معركه حتين او موقعه حتين اللي قادها صلاح الدين الايوبي ضد الصليبيين في عام 583 من الهجره وفي معركة عين جالوت يوم 26 رمضان في عام 658 من الهجره اللي قال يقودها المظفر قطز وفي ايضا في الاخر يعني سيف الدين قطز وفي في الاخر ايضا عبور برليف خط برليف اللي في عاشر من رمضان سنه 1973 فكل هذه الاشياء تدل على ان شهر رمضان مش شهر الخمول وشهر القعود وشهر النوم وشهر الزيارات فقط لا هو شهر عباده وشهر جهاد وشهر عطاء وشهر عباده الى اخره الى اخره انا وصلتني بعض الاسئلة من الشباب هسألها واحد واحد آه واجاب عليها ان شاء الله هل رمضان اول سؤال هل رمضان شهر العبادة فقط وعدم العمل هو اصلا 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 يعني ايه عبادة يعني ايه عبادة هو كل شيء تقوم به في سبيل الله حتى ولو كان من المتعة تتذكر فيه الله بالنية بتاعتك فلكن ف... ال... ال... عدم العمل دي ليه اذا كنت انا لسه ذاكر لو انا نسكر اذكر 10 او 11 غزوه وفتح في شهر رمضان يبقى هو شهر الجهاد وشهر العمل وشهر العطاء وشهر الثبات وشهر ال... 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 الاحسان وشهر ال... ال... العباده الفرديه والعباده الجماعيه ممكن ن... نقيم الليل في البيت لوحدنا وممكن نعمل تهجد في المسجد مع لوحدنا مع... مع... مع او مع زملائنا هناك فهو بس هو مش شهر كسل وهو السؤال الثاني هل رمضان شهر الكسل وعدم السعي في ابدا يعني احنا كنا لما بدانا زمان مع الإغاثة الاسلامية كنا كن اغلب اوقاتنا بعد صلاة المغرب بنخرج نلف في المساجد علشان نجمع تبرعات فنروح المسجد ال 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 هذا قبل صلاة المغرب ونصلي المغرب ونروح مسجد اخر بعد صلاة المغرب ونروح مسجد اخر عند صلاه العشاء التراويح قبل التراويح وبعد التراويح الى اخره. فكنا دائما نجري يعني كان في اول خمس او ست سنوات كان صعب علينا ان نصلي كل التراويح في مكان واحد ونتمتع بالعباده ليه؟ لان قضيه القضاء حوائج المسلمين كانت اقوى بكثير من العباده الفرديه. وكنا بنخرج بهذا الامر. هل الصيام ده السؤال اللي بعد كده ينظم يوم المسلم؟ طبعا عندك وقت للنوم وعندك وقت للتهجد وعندك وقت لقراءة القرآن وعندك وقت للإفطار وعندك وقت للعمل كل هذه الأشياء ممكن ننظمها زي ما الصلاة بتنظم أوقاتنا كل إن الصلاة كانت عموما كتاب موقودا الموقود ده معناها إن في صلاة الفجر تبدأ بها يومك وبعدين في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب في صلاة العشاء إلى آخره وكل هذه الأشياء بتنظم أوقاتنا يا وبعدين اغلب الصلوات اللي فيها البركات الكبرى هي صلوات الايه؟ اللي هي صلاه التراويح والتهجد والقيام هل رمضان ده سؤال آخر هل شهر لدعوة أبا طبعا للتغيير واكتشاف هل شهر رمضان دعوة للتغيير أو اكتشاف المرء من قدرته طبعا ليه لأن أنت في شهر رمضان يتخيل لك أنك لا تستطيع أن تقوم بما تقوم به أثناء الأشهر الأخرى لكنك تجد أن بركة رمضان في الحركة بركة رمضان في البذل بارك من في الجهد وبارك حتى في الجهاد لما ذكرت كل الم... 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 المعارك اللي قادها المسلمين وانتصروا كان في كانت في في العشر الاخيره من رمضان او في الربع الاول من رمضان او في نص رمضان فلذلك الانسان حينما يقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادات والطاعات في شهر رمضان الله يجعله يتكشف يتكشف حقيقته الداخليه وامكانياته وقدراته التي يستطيع ان يقوم بها هو صايم أو هو هو خاصة وهو صائم، فبالتالي من الأشياء الجميلة جدا اللي بتحصل لنا في شهر رمضان إن إن الوقت اللي إحنا كنا بنخرج فيه عشان نجمع تبرعات وعشان 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 ده كان لا ليس لا له لا 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 حدود. من المواقف الجميلة اللي حصلت لنا وإحنا في مسيرة العمل الإنساني إن أنا كنت بحاول آه كنا بنحاول نسجل الإغاثة الإسلامية في آه الأمم المتحدة وكان ده في اخر ثلاث ايام شهر رمضان عام 1993 كان يمكن 27 28 29 مارس وسافرنا من آه هنا بقى هنا الحته دي اللي نتكلم فيه ايه ان قوه عطائك في رمضان ملهاش حدود لما سافرنا من لندن لنيويورك عشان نحضر اللقاء ده كان سفر 8 ساعات كنا صايمين خلاص قاعدين نمره واحد ما وكان في فرق توقيت خمس ساعات ما بين لندن ونيويورك. نزلنا عشان نفطر، يعني احنا صمنا يوم ونص تقريبا او يوم وربع، دي نمره واحد. نمره اثنين لما افطرنا قررنا اننا نرتب نفسنا علشان اللقاء اللي هو اللي هيكون مع المسؤولين من السفاره في الامم المتحده عشان التسجيل. فذهبنا الى وكنا لسه صايمين، كان اخر يوم في رمضان قبل ما نصلي العيد. وبعدين لما فطرنا وما وصلنا خفنا اننا ننام فحصل ايه؟ حصل اننا كنا ثلاث اشخاص فانا قلت لهم انتوا اتنين ناموا على السرير انا هنام على الارض عشان لو نمت على السرير مش هعرف اصحى. هصحى ثاني يوم عشان التعب وكذا وكذا وكذا. فعلا بعد ساعه صحيت من النوم وصحينا كلنا وقعدنا رتبنا جلسه كانت ساعتين او ثلاث ساعات عشان نناقش ما سوف نسال فيه غدا. في اليوم الثاني يعني وبفضل الله سبحانه وتعالى كان معانا شاب أه كان اكثرنا خبره اسمه خالد روي ربنا يديله الصحه كان شغال بقى سيف ذا واوكسفام وكذا فادانا الاسئله وكان الاسئله دي كانت فتوحات ربانيه من الله سبحانه وتعالى هدى بها يا خالد لما ذهبت انا وكنت على المنصه في اليوم الثاني كل الاسئله اللي اجاب عليها اللي سالها لنا خالد في الليله التي قبل الانترفيو هي نفس الاسئله التي اتتني في نفس ثاني يوم فده فتحه دي فتوحات ربانيه من الله سبحانه وتعالى في هذه الليله المباركه اللي احنا يعني يمكن نمنا فيها مع مع اه 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 وقت الفرق يمكن مثلا اه صحينا لغايه الصبحيه مثلا ده مش فاكر بالظبط فالمهم اجاوبت على كل الاسئله خلاص ده ده خلاص قلنا خلاص هيسجلونا ما سجلوناش ليه لان كان المفروض كل السفراء يوافقوا خلاص في واحده بس اعترضت قالت لا انا عايزه مش عايزه كذا 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 فرحت ادور على السفراء اللي موجودين سواء كانوا مسلمين ولا عرب لقيتهم ثلاثه كلهم بدون قدهم ظهري ده برضك في رمضان خدت بالكوا يعني انا بسعى او احنا بنسعى كمؤسسه هم بدون ظهرهم في الاخر واحد فيهم قال لي تعرف بقى اسمه اغاثه اسلاميه واسمكم كذا وكذا وكذا يعني احنا خدنا قرار ان انتوا تجوا بعد سنتين وكان انا جاربة. انا مش جاربة المهم فضلت الف واحده تانية كانت مصريه كانت موجوده في الجلسه قالت لي شوف عشان تعمل حاجه كده روح لف على السفره كلهم وعرفهم بنفسك عرفتني ازاي اعمل لوبينج اللي هو ضغط المهم جاي يوم الجمعه وانا كنت من يوم الاثنين ليوم الجمعه في في نيويورك في القاعه الكبيره اللي فيها حوالي 50 او 100 مش فاكر عدد السفراء قد ايه يعني فجالي السفير احد السفراء الدول العربيه قال لي خلاص انا حطناك على انك تتجنب بعد سنتين في اليوم ده كان العيد عدى بقى كان ثاني يوم او ثالث يوم العيد قمت طالع على المنصه مسكت الميكروفون كده اذا رئيس يقول لي يا دكتور انزل أنا طيب مش هنزل انزل ليه انا قاعد هنا بقالي اسبوع كل شيء انتوا خدتوه طلبتوه مني اديته لكم ايه القرار بتاعكم القاعة كهربت كانك فيلم سينمائي بس انا قلت انا مش نازل مش نازل يعني مش نازل اللي حل الموقف ما كانش آآ آآ سفير مسلم وللاسف ان الثلاثه قالوا لي مع السلامه سفير ايرلندا قام رافع ايده وقال ايه؟ قال انا عايز اتطلب الكلمه قال انا اذكي الاغاثه الاسلاميه في ايام العيد ويوم العيد وان يحشر الناس ضحى اذكي الاغاثه الاسلاميه واديهم فرصه الاسبوع الجاي عشان زميلتنا تقرا الملف بتاعه والناس دي قاعده بقى في نيويورك اسبوع بقى بقى اسبوع ونيويورك غاليه فاول جمعيه تناقش يوم الاثنين القادم تكون الاغاثه الاسلاميه الساعه 9 الصبحيه فلما خزلنا اللي هم السفراء اللي هم من الدول العربيه نصرنا الله سبحانه وتعالى عن طريق احد السفراء آه غير المسلمين اللي هو سفير ايرلندا جيت انا يوم الاثنين بدري بقى انا بقى طبعا في الويك اند ده او في نهايه العطله السبت والحد خدت الطياره ونزلت على 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 كندا وعشان اسجل اغاثه ورجعت تاني بس يعني ازور بعض الناس من الجمعيات يعني يوم الاثنين صباحا دخلت الجلسه وقف جنبي سفير السودان كان راجل محترم جدا رحمه الله عليه حيا او ميتا. وقلت له قال لي حاضر حزكيكم. قال خد عصمائي يبقى انا عندي اثنين زكوني. اثنين زكوني سفير ايرلندا في الاول وانا بقول جزاه الله خيرا في ايام العيد وسفير السودان فيما بعد. فلما جالي سفيرين اتكلموا بطريقه جيده وزكوا الاغاثه الاسلاميه سجلت الاغاثه الاسلاميه. ودي هي من فتوحات رمضان الربانية والكشفات الربانية علينا احنا كلنا واحد يقول لك طب انا هسافر وتعب ورمضان وصايم والسكر ينزل والسكر يطلع ومش عارف والملح ينزل والملح يطلع والميه تخرج والميه تدخل كل الكلام الفراغ ده ما ينفعش رمضان ليه فتوحات غير عاديه لذلك اغلب المعارك المعارك العسكريه الكبرى ربنا نصر فيها المسلمين في شهر رمضان اتمنى ان انتم تصوموا الشهر كله لان اقوله مغفره او اقول رحمه واوسطه مغفره واخيرا يدخل من النار وفيه ليله خير من الف شهر وفيه انزل القران وفيه القيام والصيام وكذا 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 فانتم كانكم داخلين تنهلوا من معين لا ينضب بجزاء لا يعرفه احد الا ان يلقى الله فربنا يطلعه سبحانه وتعالى على جزائه في يوم القيامة إن شاء الله وهو في الجنة أو هي في الجنة أشكركم جزيل الشكر وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله